وعن السفر والسياحة، يواجه المسافرون الكثير من التساؤلات والشكوك حول كيفية دخولهم أو خروجهم من المملكة المتحدة، كما أن وصول السائحين إلى بريطانيا يدعم 1,600,000 وظيفة، وكل عام يسافر حوالي 27 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. من جهة أخرى، يشكل قطاع الطيران 4.5% من الناتج المحلي، وبحسب خبراء قطاع السياحة والسفر، يستطيع المسافرون من وإلى المملكة المتحدة توقع اضطرابات كبيرة، خاصة إذا تم تطبيق القيود الجديدة على الفور. ومن المحتمل أن تتأثر كل من مجالات الطيران والتأمين ومراجعة جوازات السفر وغيرها من ضروريات السفر. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن عمرو المنيري، ومن بروكسل محمد فنيش، ومن باريس بلقيس النحاس. أبدأ من بروكسل ومحمد فنيش. محمد، ساعات تفصلنا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهناك تساؤلات عديدة حول الأوضاع في المطارات قبل وبعد لحظة الخروج. نعم، القوانين الجديدة أو المرتبطة بالاتفاقية التي أبرمت بين بروكسل وبين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستؤثر على حالة المسافرين، لكن ليس بطريقة مباشرة في المطارات، بل هي في طريقة الترتيب الأولي على المسافر أن يكون لديه تأمين دولي وهو مخالف كان يتنقل به. فبالتالي عندما يكون المسافر لا يملك هذا التأمين الدولي، لا يستطيع دخول كذلك جواز السفر، عليه ان يكون على اكثر من صلاحيته تتجاوز 6 أشهر. على مستوى حاليا هناك جائحه كورونا، وبالتالي قيود جائحه كورونا تخفف على المطارات وعلى اليوروستار وعلى القطارات وعلى البواخر والحافلات التي تشترك في نفس قوانين السفر، تخفف عليهم الضغط. لكن مع رفع القيود عن جائحه كورونا ستصبح هناك إشكالية، وسيرى المواطن البريطاني الذي عهد السفر بكل أريحية أن الأمور قد تغيرت. نفس الشيء بالنسبة للمواطن البلجيكي أو المواطن الأوروبي. في رحلتنا من لندن إلى هنا عبر يوروستار كان شبه فارغا، وبالتالي المرحلة الحالية لن تكون هناك اضطرابات، لكن بعد رفع قيود جائحة كورونا المواطن البريطاني سيتفاجأ ببعض القيود، وإن يراها البعض في تفاصيلها أنها بسيطة، لكن المواطن البريطاني والأوروبي عاهد التنقل بين لندن وبروكسل بأريحية، خلافا للتفاصيل الدقيقة التي فرضت عليه وإن رآها البعض بأنها عادية جدا. طيب محمد، ماذا عن الموقف الأوروبي اليوم، وكيف تعاملت وسائل الإعلام الأوروبية اليوم قبل وقت الخروج؟ وسائل الإعلام الأوروبية هنا منقسمة إلى قسمين. قسم يعتبر أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو استفتاء شعبي، وبالتالي هو قرار ديمقراطي يجب أن يحترمه الجميع. القسم الآخر يرى أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بواجبه في عام 2016 أثناء التعبئة، وأن يدافع عن وحدة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء، وأن يقوم بدعاية كافية تضمن لهذه الوحدة أن يستمر، وأن الصمت الذي التزمه الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 كان صمتا سلبيا. أقصى اليمين يختلفون عن كل هذه الرؤى التي ذكرت. أقصى اليمين أو اليمين المتشدد يعتبر أن هذا الاتحاد الأوروبي يشكل عبء على الدول، ويحاول مثلا ينتشر بخطابه بشكل أكبر في هولندا وفي إيطاليا وفي إسبانيا وفي الدنمارك، واستغل كذلك جائحة كورونا في إيطاليا بشكل كبير عندما قال أن الاتحاد الأوروبي لم يفي بتعهداته بشكل كامل في مساعدة الإيطاليين. وبالتالي يبدو أن الاتحاد الأوروبي إذا ما كانت المصالح الاقتصادية قد وحدت الكتلة بشكل كبير، بدأت خطابات أقصى اليمين تدفع إلى خروج بعض الدول، أو على الأقل مرحلة استباقية، وهو ما نجح داخل حتى المملكة المتحدة. نحن نعلم أن حزب البريكسيت هو من دفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إذن من بروكسل إلى لندن وعمرو المنيري. عمرو، دقات الساعة تتجه نحو اللحظات الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كيف هي الأجواء لديك اليوم في لندن؟
نعم، لا أستطيع أن أقول أن هناك أجواء أفراح. تعلمين أن بريطانيا أو معظم بريطانيا الآن تحت إغلاق شبه تام لكل المواصلات وكل الفعاليات، ولا يوجد أي احتفالات برأس السنة الميلادية، لكن على الأقل في المنازل والبيوت الجميع يرحب تماما بهذا الاتفاق الذي أصبح اتفاقية دولية بعد التصديق عليها يوم أمس من قبل البرلمان ومن قبل مجلس اللوردات. وأيضا حالة من الفرح والبهجة والأمل الكبير بعدما تم هذا الاتفاق واللقاح الجديد الخاص بأكسفورد أسترازينيكا. كل هذا يعطي أمل كبير بالنسبة للبريطانيين الذين سعوا منذ 4 سنوات ونصف السنة من خلال الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي. الآن هم يرون أنهم أخيرا سيحصدون ثمار هذا التعب وهذه 4 سنوات المرهقة من عدم الاستقرار والتشكك في المستقبل. الجميع يريد الآن أن يشعر بمدى سيادية بريطانيا وعودتها إلى الأمجاد القديمة، وأنها صاحبة قرارها من نفسها وليس تابعة لأي شيء في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن الشعب البريطاني يرى أنه هو الأكثر تقدما بالنسبة لبريطانيا، وأنه السبب الرئيسي في أن تبقى الدول الأوروبية في حالة جيدة. طيب، بعدما استطاعت أن تفوز في الحرب العالمية الثانية، هذا لا نستطيع أن ننكره أو أي أحد ينكره. طيب عمرو، ماذا عن الانقسام والذي بدأ عام 2016 لحظة الاستفتاء؟ هل لا زال قائما حتى اليوم وهو اليوم الأخير؟ لا نستطيع أن نقول هناك انقساما. الجميع هنا يرضخ للديمقراطية. تفعيل أو على الأقل الخروج من الاتحاد الأوروبي هو بمثابة ترسيخ للديمقراطية واستجابة لاستفتاء صوت عليه الجميع. هناك انتقادات صحيح، هناك رفض إلى أشياء كثيرة، يقولون أن هذا الاتفاق ليس بالجيد، لكن الجميع متفق أنه يجب الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن هذا ضمن الديمقراطية التي تسعى إليها بريطانيا. بريطانيا هي دولة الديمقراطية في العالم، الدولة الأولى، والآن هذا الاستفتاء معناه أنه يجب الاستجابة. فعلى الأقل من يعارض ذلك لا يستطيع المعارضة سوى أنه ينتقد هذا الاتفاق، لكنه على الأقل يحترم هذا الاستفتاء ويحترم المسار الديمقراطي الذي من أثره خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يرى البريطاني أنه كان يجب أن يحدث هذا منذ زمن بعيد، الآن عليه أن يرسخ هذه الديمقراطية ويستمر قدما في وضع سياسات ويكون مركز القرار في العالم وليس تابعا لأي شك. هو هذا الذي الجميع اتفق عليه. ربما هناك انقسام داخلي، لكن هذا لن يغير من الأمر شيئا سوى أنهم يتقبلوا هذا بشكل ديمقراطي، لأن هذا رأي الأغلبية في النهاية. إذن من لندن إلى الجارة الأوروبية لبريطانيا باريس وبلقيس النحاس. بلقيس، فرنسا هي نقطة العبور الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. كيف ستكون الأوضاع قبل الخروج وبعد الخروج؟ نعم جمانة، دعيني فقط أن أريك المنشط اليوم بجريدة لافيغارو، حيث وضعوا صورة لبوريس جونسون وكتبوا عليها goodbye، يعني وداعا. هذه هي الصفحات الأولى لفيغارو اليوم منذ الصباح. طبعا الأوساط هنا الفرنسية العديد منها كان يستقبل هذا الخبر بإيجابية. لا أدري، على سبيل المثال الصفحات الرئيسية الاقتصادية كانت قد عنونت اليوم أن الاتفاقية إيجابية للسوق الفرنسية وأنها خاسرة بالنسبة للجانب البريطاني. يجب أن نذكر جمانة أنه على الحدود اليوم سيكون هنالك تغييرات، فالواحد من يناير سيختلف عن 31 من ديسمبر 2020. الحكومة الفرنسية كانت قد مولت حوالي 6000 نقطة ذكية لاستقبال الآن ونقاط تفتيش لاستقبال الوافدين أو الشاحنات القادمة من بريطانيا. يجب
يجب أن أذكر أن الميزانية كانت تبلغ حوالي 40 مليون يورو قامت من خلالها الحكومة الفرنسية ببناء أجهزة ذكية ونقاط تفتيش ذكية. سيتم طبعا خلال اليوم الواحد يكون هنالك حوالي 6000 متنقل و12 شاحنة كل يوم تتنقل عبر القناة من بريطانيا إلى فرنسا والعكس. اليوم سوف يتم منذ الواحد منذ الساعة 11 عندما تدخل يعني ماذا بريطانيا عن التصريحات الرسمية من المسؤولين الفرنسيين اليوم عن عملية الخروج؟ يعني هناك تصريحات وصفت أن هذا الخروج هو عقاب لبريطانيا. نعم كما ذكرت جمانة، لافيغارو الصورة وحدها تكفي كيف تعلق على الموقف، الصورة تكفي. بالإضافة إلى ذلك كما نعلم وزير الاقتصاد الفرنسي منذ المنتصف من ديسمبر فقط قد قدر التكلفة التي سوف تؤثر بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال أن هي 1/10 فقط بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي إن تم الاتفاق وإن لم يتم الاتفاق، وأن فرنسا الاقتصاد سيعود عليها بطريقة إيجابية بينما الخاسر الأكبر هو بريطانيا. لا ننسى جمانة أن جميع الدول الاتحاد الأوروبي تصدر فقط حوالي 8% فقط إلى بريطانيا، في حين أن بريطانيا تصدر حوالي 47% من منتجاتها إلى السوق الأوروبية. نحن نعلم أن هذه الاتفاقية التي تمت منذ عدة أيام أنها تضمن لبريطانيا دخول السوق المشتركة الآن إلى الاتحاد الأوروبي، والتي يعني حوالي 460 مليون مستهلك، وهذا لن تجده في أي مكان، خاصة أنه سيكون دون حصص ودون أي رسوم جمركية تذكر. نعم بلقيس، شكرا جزيلا، شكرا لشبكة مراسلي الغد، شكرا جزيلا لكم.